طيب في تناقض صح؟ في تناقض بين كلام فولكر وفي تناقض بين الشيء اللي عملته لجنة العلاقات الخارجية. ما في تناقض، انت في الظاهر بتشوفه تناقض، لكن تحت ده بيسموه تبادل المصالح، بيسموه تقاطع المصالح، بيسموه لعب الأدوار. لعب الأدوار عشان أمريكا تصل كدولة ديمقراطية وتجي لجنة العلاقات الخارجية تقول لك نحن دايما نفرض عقوبات على شخوص. بس إيران ما فارضين عقوبات، هسه حسن نصر الله ما فارضين عليه عقوبات، هسه بشار الأسد ده هو ما في اسمه، لكن ما بعرف منه كده الأسد، أغلب قادة النظام فارضين عليهم عقوبات مالية. هل بتأثر؟ هو سؤال أنا بسأل. هسه برهان ده عنده قروش أمريكا، هم قال سيفرضوا عقوبات على شخوص، هسه حماتي عنده قروش أمريكا؟ ما هو ده سؤال أنا بسأل، يعني عشان الناس يفتحوا بصيرتهم دي. فرضي عقوبات على شخوص، إن والله هيجي يقول لك يا أخي نحن فرضنا عقوبات على حميتي، على برهان، تعاملاتنا المالية. هم في الأصل ديل تعاملاتنا المالية، هل هي سؤال أنا بسأل، هل التعاملات المالية الآن لحميتي ولا لأخوانه؟ هل التعاملات دي تدرك في التعاملات المالية الرسمية ولا بتتخطى في البلاك ليست؟ اللي هي هل التعاملات دي الآن، هسه التحويلات بتاعت الدعم السريع وأمواله دي، هل قاعدة تتم بصورة رسمية ولا قاعدة تتم بطريقة غسل الأموال؟ يعني سؤال، هل الدعم السريع عنده حسابات بنكية في أمريكا؟ هل الدعم السريع عنده حسابات في أوروبا؟ لا ما عنده. وين أمواله؟ أمواله في الغالب بتكون في دبي، ده أكبر مركز لغسيل الأموال في العالم، وقاعدة في دبي ما بيسم حميتي. بس حميتي ده كان مشيت ما بتفتش ولا بتلقى له حساب بنكي زاد، ولا عبد الرحيم ده قالوا ما بتلقى له حساب بنكي، ولا برهان ما تلقى له حساب بنكي، ولا البشير ما تلقى له حساب بنكي. ليه؟ لأنه ديل في النهاية أصلا هم عارفين أموالهم دي الكلام ده الهسي بيقول لك دارين نفرض عقوبات على النظام، ده كلام ساكت، ده بيسمى تبادل المصالح، ده بيسمى خطاب للرأي العام الأمريكي، ده بيسمى انه نحن سندعم الديمقراطية والتحول. فولكر مشى قال نحن ندعم، والكلام ده زعل قحاته كتار جدا. طيب انتوا من الاول كنتوا معتمدين على الغرب ليه؟ سؤال، كنتوا معتمدين على فولكر ليه؟ كنتوا معتمدين على السفرة ليه؟ ما جاكم وزير خارجية في الخرطوم قال هذه التغييرات تمت لظروف موضوعية. انت طيب ليه رميت بثقلك كله ورا فولكر ولا ما بعرف الجن الاحمر ده، ولا رميت ثقلك ورا السفير البريطاني ولا السفير الامريكي؟ ليه؟ لانك انت ما رعيت مصالح بلدك. انت الان بتتكلم مع دول ما بتتكلم عن هي بتتكلم عن مصالحها هي. فولكر قال الاتفاق التم بين حمدوك والبرهان اتفاق كويس، تم إطلاق سراح السياسيين، وقال يجب على النظام أن يقوم بانتخابات حرة ونزيهة، ودي النقطتين طبعاً خطوة تحت السطح. ليه؟ لأنه الغرب الديمقراطية عنده الانتخابات، الديمقراطية عنده صوت الشعب، ده المحطة الحقيقي وده الكرت الحقيقي حق العسكر بالمناسبة. الآن العسكر ممكن يعلن الانتخابات في 6 شهور وما في زول بيجيب ضده. الآن برهان ممكن يطلع يقول الانتخابات دي بعد 6 شهور، ما في زول بيقول ضده، ولأنه لما جل المناديب الغربيين خشوا الخرطوم لاقوا القوة السياسية لما تحدثوا معه في قضية الانتخابات قالوا ما داري انتخابات. لما مشوا قعدوا مع العسكر قالوا انتخابات. فولكر اللي بيتكلم عن انتخابات حرة ونزيهة. طيب تكون حرة ونزيهة كيف؟ ممكن تراكيب الأمم المتحدة ذاتها تجيب بعثات لمراقبة الانتخابات، وده كلام كويس ما كعب في الإطار ده، ما كعب إنه الأمم المتحدة عشان تبقى عندهم مراكز، عندهم مركز كارتر وعندهم مراكز أوروبية، مراكز كثيرة جدا بتجي تراقب هذه الانتخابات.
هي ما بتتدخل تدخل مباشر، لكن بتراقب السجل بتاع الناخبين، بتراقب عمليات التزوير، عمليات التصويت، اي حاجة بتراقبها بترصدها. بعد ذلك بتجي تديك سكور، تقول والله الانتخابات دي 100% 8% 6%، المهم تقييمها، تقول والله نزاهة الانتخابات كده. ليه فوركر قال الكلام ده؟ في حاجة مهمة لازم الناس يفكروا لها. ليه؟ لانه الغرب ذاته هو مقتنع تماما انه قحطي في ذاتها ما هي الحصان اللي يمكن يحقق له اهدافه. بالمناسبه الكلام ده خدته تحته نقطتين سطرين تحته. الغرب امريكا ذاتها باعتبارها جابت القحاته دي ولا جابونا الاوروبيين، هم ذاته ما مقتنعين انه قحطي دي تستطيع انها تمرر لهم مشروعنا الدائم. ما هي اللي بتمرر منو؟ العسكر. نعم العسكر ممكن يمرر مشروع اتفاق سلام جوبا والاعلان السياسي. نعم اعلان سياسي ممكن يتم مغازله الناس قاعدين في الطرف اسلاميين وغيره. نعم ولذلك هم تحدثوا عن انتخابات. انا في زول بيجي يقول لي رايك شنو في كلام، انا دار اقول الكلام اللي قاله فولكر ده ولا الزول بتاع البحث ده فولكر كلامه ده كويس، لكن انا بعتبره تدخل في السيادة السودانية، التدخل في الشأن السوداني. ليه تدخل في الشأن السوداني؟ لانه هو ذاته جاي ببحث هدفه الاساسي اعادة استعمار السودان واحتلال السودان. حتى لو قال كلام ببك القحاتة، انا دار اقول له ما من حقه يتدخل في شأن السودان، ما من حقه. ايوه انت قلت كلام كويس جدا، مشيت بصفتك مبعوث الامم المتحده في السودان وترأس اللجنه بتاعتها، مشيت قلت الاتفاق السياسي جيد، تمام كويس، الاتفاق السياسي جيد، تم اطلاق سراح المعتقلين، تهيئه الاجواء، العوده للانتخابات او قيام انتخابات حره نزيهه، كلامك صحيح وده كلامنا نحن. طيب في سؤال بيجي، القحات في الشارع دي شنو؟ في سؤال بيجي هنا، قحات الموجودة في الشارع شنو؟ هو فولكر ده ذاته ما قاعد في الخرطوم وقاعد يقرأ الشارع وقاعد يعد الناس المظاهرين في الشارع، أي مظاهرة طالعة في الشارع هو قاعد يعدها، وأي حراك في الشارع قاعد يعده، وعنده الستلايت قدامه شايف السودان كله، هو يعلم تماما إنه الناس اللي قاعدين في الشارع ده الناس مستهبلين ولا يمثل الشعب السوداني. دي قرايته، ما هو زول قاعد وعنده تقارير وعنده سفرة قاعدين، دي قرايته الشارع، انه الشارع السوداني ده ما كالشارع اللي قاعد تتكلم عنه قحط. هو ما قاعد عارف في مظاهر هنا وعارف في عشرات مظاهر هنا، لكن ده ما الشارع السوداني. ولذلك هو خاطب الأغلبية في الشارع السوداني، هو اعترف، هو الكلام اللي قاله فولكر ده اعتراف بانه الذي فعله البرهان في 25 اكتوبر ما كان انقلاب. فانتوا امشوا شوفوا لكم حاجه ثانيه، امشوا الحته دي خدتها بالجنب. جاء تصريح مهم جدا لبوتين، قال يجب عدم زعزعه استقرار السودان. امس انا قلت لكم أمس في اللايف لا تتذكر، وقلت لك برهان ولا يتكلم مع الأمريكان ولا يتكلم مع أنسا ولا يهبب له، برهان يمشي روسيا أو يدعو بوتين لزيارة السودان، خلاص الموضوع انتهى، نقطة سطر جديد. ما دي اسمها إنك إنت تعرف تلعب سياسة صح، تلعب على المحاور دي لمصلحة منو؟ لمصلحة الشعب السوداني. أمريكا عندها اللي بيخوفها بيه، روسيا دي بتخوف بها أمريكا، الصين بتخوف بها أمريكا. أمريكا جات قالت دارة طلعوا لنا الصين ودارية البترول، بكرة تقول للصينيين زيدوا حقول النفط، زيدوا حقول التنقيب، بكرة تقدم عرض للصينيين حتى تتنازل لهم فيه، تقول لهم أنا ذاتي والله بديكم حقول مثلا في حته كده امشي نقبوا فيها فريزات، ولا داري منكم فريزات.
ما عادت امريكا هي التي توجه، ما عادت واشنطن تملك القرار، القرار ده روسيا قاعده والصين قاعده بهنا، وديل القوات ديل القوتين اللي بيخوفوا الامريكان زادهم. الخليجيين ده لما ماشيين يخشوا قطر، السعوديه والامارات لما ماشيين يغزوا قطر، ترامب اداهم الضوء الاخضر قال لهم امشوا قطر، امشوا اغزوا قطر. الوقف الوقف غزو قطر منه كده. انا اذكر الناس الامارات والسعوديه كانت ماشيه تخش قطر، الخطه ماشيين قطر. الاوقف التدخل الخليجي في قطر منه اوقفت تركيا. لما اجتمع البرلمان التركي على السرعه اصدر قرار بارسال 5000 مقاتل تركي وانشأوا قاعده عسكريه، كان اصلا في تفاهمات